قضايا مكافحة الإرهاب والفقر تتصدر محادثات السيسي ووزير خارجية بوركينا فاسو. وزارة الداخلية تعلن توجيه ضربات استباقية استهدفت إجهاض تحرك إحدى أخطر الخلايا الإرهابية. مقتل 9 عراقيين وإصابة العشرات في تفجيرات شرقي العاصمة بغداد. الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة جابريل باسولي وزير خارجية بوركينا فاسو. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد استعراضا لتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والإفريقية، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر للقضاء على البنية الخصبة لنمو الإرهاب والتطرف. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط خلية إرهابية جديدة والتي يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية لتنفيذ عمليات عدائية ضد أبناء الوطن ودور العبادة والمنشآت الهامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة. كما تم ضبط مصنع لتجهيز المتفجرات وعدد من الأسلحة والطلقات النارية. لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 30 جراء انفجار 3 سيارات ملغومة في منطقة حي بغداد الجديدة شرق العاصمة العراقية بغداد. وأوضح مصدر أمني أن الانفجارات الثلاثة وقعت بفارق دقائق معدودة. في الوقت نفسه أعلنت مصادر في الشرطة العراقية مقتل مدني جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارته شرق بغداد، مشيرا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث. ومعنا عبر الأقمار الصناعية محمد البسيوني، محلل استراتيجي عراقي. سيد محمد، في رأيك ما هي أسباب زيادة الحوادث الإرهابية في الآونة الأخيرة؟ أنا أرى أن السبب الرئيسي في زيادة الحوادث وزيادة أعمال العنف والإرهاب هو وجود الدولة الإسلامية في العراق والشام في جميع أنحاء العراق، والتي تسيطر على معظم الأنحاء بتمويل من جهات خارجية من الشرق والغرب. هل هناك أدلة أو إثباتات على الجهات التي تقوم بالتمويل؟ سيدي، الكل يعرف أن من وراء أو من يمول داعش، وكل يعرف من يصنع السلاح ويزود به الدولة الإسلامية لبسط الإرهاب في منطقة الخليج والوطن العربي بأكمله. نعم، في رأيك هل ترى أن هناك قصورا من جهات الأمن في العراق؟ أنا لست أرى أن الحل الأمني هو الحل الأمثل في تلك المرحلة، إنما الحل السياسي بتوحيد صفوف جميع الأطراف ضد خطر الدولة الإسلامية وضد خطر الأفكار الشرقية والغربية التي تعصف بالعراق وبدول الشام كلها. نعم، أشكرك سيد محمد البسيوني، المحلل والخبير الاستراتيجي العراقي. ونتحول مشاهدينا الكرام إلى أخبار الرياضة. ففي إطار منافسات كأس الأمم الإفريقية، تستضيف الجزائر اليوم مالي ضمن مباريات المجموعة الثانية، بينما تواجه نيجيريا منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى، وتلعب غانا مع توجو في المجموعة الخامسة، وستواجه أنغولا منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الثالثة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.